الوطنيه كلنا غزاويه. من المغرب المسلم الى فلسطين تحيه من ارض المرابطين الى ارض الرباط، تحيه من ارض الاشراف الى ارض الاحرار، تحيه من ارض الرباط الى ارض المرابطين. ايها الحضور الكريم، ايها الاحباب، نوجه من خلال هذا الشكل النضالي انواعي رسائل لمن يهمه الامر. علاش جينا؟ لماذا نحن هنا؟ نحن هنا لنقول اولا نحن أمة واحدة، نحن شعب واحد، لا تفرقنا سيفكم. قضية غزة قضيتنا، الهجوم على غزة هجوم علينا، تدمير غزة تدمير لطنجة، قتل غزة قتل لنا. لا نفرق بين دمائنا، لا نفرق بين دمائنا، من المحيط إلى أقصى بلد يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المناضلون، أيها الشرفاء، أيها الأحرار، نقول أتينا هنا أيضا لنقول لغزة، لنقول لفلسطين، لست وحدك أبدا، وأن تكوني وحدك أبدا، نحن معك، نحن معك، نحن معك، برغم الحدود، برغم الجميع. هذه الوقفة التي دعت إليها المبادرة هي وقفة طبيعية لزمن غير طبيعي، زمن نجد فيه الفلسطيني المقاوم يسمى إرهابيا، وإسرائيل المعتدية تسمى مدافعة عن حقها في الوجود، وأنظمة عربية لازالت مواقفها دون الموقف المطلوب. مطلبنا بسيط، هو أن يزال هذا العار عن المغرب، وأن يتم إلغاء مكتب الاتصال، وأن يقدم الدعم القوي والملائم والمساند للعدو الصهيوني. هذا العدو الصهيوني يبدأ بغزة بفلسطين، لكن شهيته تمتد إلى كل ما هو عربي إسلامي، نظاما وشعبا، دولة وأمة وحضارة. وإحنا بطبيعة الحال نؤدي الواجب علينا، أن واجبنا أن نخفوا القلوب. اللهم هذا منكر، ما يمكنش الفلسطينيين يموتوا وحنايا في غفلة وحنا في سبات. نحن نطلقها صرخة، وإن شاء الله يوم الأحد نطلقها صرخة مليونية ضد هذا العدو المتغطرس وضد كل من يسانده. وشكرا لكم. كنيابة عن المرأة الطنجاوية المغربية، وقفة احتجاجية لإخواننا في فلسطين المحتلة، نطلب لهم النصر، نطلب لهم النصر، ونحن معهم يد في يد، ويا ربي انصرهم على الأعداء الصهاينة. نحن قلوبنا مع إخواننا في فلسطين، نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا، يا ربي الله تعالى وتبارك ينصرهم على الأعداء ويحرر القدس المحتلة ثالثة أول قبلتين وثالث الحرمين. وكنتمنوا لهم إن شاء الله الشفاء العاجل لمرضاهم والرحمة والمغفرة للشهداء. اليوم كانت ساكنة طنجة الأبية مع وقفة تضامنية، وفي نفس الوقت تهنئة للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته البسيلة في أرض ديال الإسراء والمعراج ضد الكيان الصهيوني. هذا المعادلة ديال الكيان الذي لا يقهر، أو الجيش الذي لا يقهر، الذي كسرته المقاومة. اليوم كنا استجابة للنفير الذي أطلقته يعني الإخوان ديالنا في فلسطين من أجل نفير العام يوم الجمعة، تضامنا مع الشعب المغربي واليوم مع الشعب الفلسطيني. واليوم رفعنا شعار افتحوا الحدود. إذا كان فعلا الإخوان كيحتاجوا الأجساد
الصدور العارية ديال الشباب العربي والشباب الإسلامي، فاحنا مستعدين للدفاع والذود عن القضية الفلسطينية. أنا كنعتقد أن القضية الفلسطينية هي عقيدة راسخة في النفوس ديالنا المغاربة. كساكنة مدينة طنجة كالعادة جينا نستنكروا ما يقع اليوم في غزة، العدوان والظلم الذي يعيشه إخواننا في غزة، حرب غير عادلة، حرب كما العادة معروف من هو الفائز، ولكن مع ذلك لا ندعم الحقيقة ولا ندعم الظالم وندعم المظلوم. على هذه الوقفة تكون إن شاء الله تصل لإخواننا في غزة، ننصرهم وندعمهم والله يكون معهم والله يغلبهم على الحق إن شاء الله. يعيشون اليوم مأساة، مجزرة، مصيبة، لكن ما لنا ولهم ما لنا غير الدعاء وما لهم غير إن شاء الله القبول من الله، والله ينصرهم. مشاركتنا في هذه الوقفة الاحتجاجية بصفتنا كصحفيين مغاربة نؤكد بأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية، كما ندافع على الصحراء المغربية ندافع على قضية فلسطين باعتبارها قضية وجودية لشعب محتل من طرف كيان غاصب تسانده قوى دولية تستغل الضعف العربي والضعف الإسلامي مع الأسف الشديد، لكن الشعوب العربية تؤكد أنها ما تزال واعية وأنها ما زالت تضبط البوصلة وأن الأمر يتعلق بمرحلة عابرة وانتقالية ستعود فيها الأمور إلى نصابها وستتحرر فلسطين كما تحررت باقي الدول العربية التي كانت ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي الفرنسي والإسباني والإيطالي والبريطاني. اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، آمين، ولا تحقق لهم في غزة غاية، آمين. اللهم أغث أهل القدس، آمين. اللهم أغث أهل القدس وأهل غزة.